طب ايه الفرق بين معاهد التمريض ومدارس التمريض؟ وايه الفرق بين الممرض ومساعد الممرض او الممرض المعالج؟ تمام. أولا مدارس التمريض، إحنا قبل 2006 2007 كان نظام تعليم التمريض في مصر مدرسة التمريض 3 سنوات فقط بعد الثانوية العامة، بعد تمام. الإعدادية، سوري بعد الإعدادية، 3 سنوات بعد الإعدادية. طبقا لقانون المرأة والطفل الممرضة بتتخرج 18 سنة ما زالت محتاجة هي نفسها للرعاية، بتتحط تحت ضغط عملي ونفسي ومحتاجه اللي يراعاها، فبتراعي مرضى في الحقيقه. فبدانا من 2007 نقول لا ستوب، احنا مش هنستقبل التمريض 3 سنين، احنا هنحوله من مدارس لمعاهد نظام 5 سنوات. تمام. ده 2007. احنا النهارده بنقول ايه؟ بنقول خمس لا، احنا سنوات عندنا بعد الإعدادية. بعد الاعداديه تمام. هيتخرج 20 سنه، هياخد دوره تدريبيه تاني وهتاهله، والى حد ما في الحقيقه ده فرق، في الحقيقة مش هنقول ما فرقش، بس احنا عايزين نوصل للممتاز زي ما احنا بنقول. فالرؤية المستقبلية ان شاء الله كله هيبقى تدريجيا بعد الثانوية العامة، برضو مستويين للمعاهد الفنية على طول والكليات هتفرق التمريض. في ايه بقى يا دكتور كوثر؟ هتفرق في المناهج، هتفرق في التدريب يعني العملي. اللي هيتخرج من المعهد واللي هيتخرج من الكلية، لا هو ده ليه توصيف وظيفي وده ليه توصيف وظيفي وده ليه منهج حابين دراسي. بس نشرحها للساده المشاهدين. هو افضل في الحقيقه، افضل مستوى تعليم على مستوى العالم هو كليه التمريض. كليات التمريض حتى بره ما بيقولوش كليه، بيقولوا سنتين. 4 سنين وسنه امتياز بعد الثانويه العامه، 4 سنوات والخمسه امتياز. طب احنا عشان نحسن القدامه ونقلل الفجوه ما بين اخصائيين التمريض اللي بنسميهم اخصائيين اللي هم خريج الكليات والدبلومات، فتحنا لهم زي ما قلت لحضراتكم البكالوريوس التقني اللي هو هيتخرج بعد كده اخصائي تمريض بالمقصه اللي هتتعامل ان شاء الله، وده في الحقيقه قلل الفجوه التعليميه جدا وحسن ادائهم وحسن مستوى كل حاجه فيهم في الحقيقه. يعني انا بشجع كل التمريض اللي اتخرج وما الدوله ما فتحتش قنوات التعليم ليه واتفتحت في اخر في الحقيقه 5 6 سنوات يستكملوا دراستهم، وبعد الثانويه العامه بقى انا عايزه اقول اقبال شديد جدا 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 بعد الثانويه العامه، ايفن حتى التعليم الفني بعد الاعداديه. برضو المناهج هنا ايه والمناهج هنا ايه؟ برضو هقول لحضرتك هو الـ5 سنين في الحقيقه احنا هنا 6 شهور امتياز في التدريب العملي هنا في المعهد الفني او المدارس نظام الـ5 سنوات، دراسه 5 سنوات و6 شهور امتياز، هنا 4 سنوات، هنا بعد الاعداديه، هنا بعد الثانويه العامه 4 سنوات وعام كامل امتياز. المنهج زي كليه هندسه 5 سنين. زي الكليات كلها يعني. زي الكليات، يمكن احنا العلاج الطبيعي وال يعني 5 سنوات. هنا ماشيين في الحقيقه بحاجه اسمها كريدت اورز اللي هي الساعات المعتمده. هنا اتعمل في المدن الكبرى وهناك لسه ما زال مطبق طبعا في بقيه ال. احنا عندنا 25 كليه تمريض على مستوى مصر، عندنا دلوقتي 2 اهليه غير اللي الدوله بتنشئهم، عندنا 5 خاص زي الجامعه البريطانيه والحديثه و6 اكتوبر والعلوم والتكنولوجيا، جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا وبدر. عندنا 360 معهد تمريض او مدرسه تمريض نظام الـ5 سنوات تابعين لوزاره الصحه في الحقيقه. بس وزاره الصحه في الحقيقه الميزه كمان في وجود دكتور خالد عبد الغفار، زي ما قلت لحضراتكم ان الرؤيه ان شاء الله من السنه الجايه هيتحولوا ل بعد الثانويه العامه. الجامعات هنقول 28. هنقول 28 كبير برضه يا دكتور. بس اقول لحضرتك طب طبعا طبعا فرق كتير. وعايز اقول لك ان هنا بنخرج حوالي من 16 ل 20 الف، هنا بدانا من 6 ل 8000. طب دكتوره، يعني دلوقتي احنا شايفين انه حسب التنسيق تمريض واخد اكتر من طب بيطري، واعتقد زي ما حضرتك قلتي كمان فكره الاقبال كبير، وانا شايفه ان دي نقطه مهمه جدا جدا جدا، لانه انا بشوف ان التمريض هو مجال وتخصص زيه زي الطب زي الهندسه، يعني انا بشوفه من اهم المجالات الموجوده الحقيقه. فعايز اعرف من حضرتك يعني فكره انه التنسيق انه مجموع تمريض يبقى اعلى من طب بيطري. طب احنا بالنسبه لنا طب بيطري اي طب دكتور دكتور هو طب. دي نقطه. وعلى جانب اخر شايفين اعلانات كمان كتير جدا لدبلومات التمريض بس الخاصه، المعاهد الخاصه. لا دي كارثه. بالظبط. ده بقى سؤال حضرتك، هل في معاهد خاصه معتمده
من وزارة الصحة ولا لأ، وهل خريجين وخريجات هذه المعاهد بيقيدوا ضمن النقابة ولا لأ، لأن دي كلها تفصيلات مهمة جدا. حاضر، خلينا نقول حتة إن أنت مستغربة إن التمريض، مستغربة ولكن سعيدة حقيقة. وأنا سعيدة جدا. هقول لحضرتك أنا في الحقيقة بقدر مهنة التمريض جدا، ولكن عرفت قيمة التمريض الحقيقية في الحقيقة، سامحوني إن أنا هتكلم برا مصر. سامحوني هتكلم بصراحة. بيبقى خريج صيدله وعلاج طبيعي وطب بيطري ويسافر بره يشتغل ممرض. تمام كده، بس يسافر بره مش جوه. انا هقول لحضرتك انا في امريكا سنه 2000 لما سافرت لقيت طبيب بياخد الشيفت بتاعه بعد الظهر والنايت شيفت نيرس عشان السالري اعلى، عشان السالري يعني التمريض يعني. ففي الحقيقه وعايزه اقول لك في عندنا في مصر برنامج اسمه البرنامج المكثف، اللي هو ايه؟ اللي هو انا معايا بكالوريوس بس علمي هاخد كمان هدرس تمريض واخد بكالوريوس تمريض، منهم على فكره بيطري ومنهم صيدله واسنان، وفي كليه التمريض جامعه القاهره مش بعيده. ليه بقى؟ هم هياخدوا الشهاده الثانيه عشان يسافروا بره يشتغلوا بيها، المرتبات اعلى والايمج يعني. بس في مصر الحمد لله احنا بدانا زي ما قلت لحضرتك في بدايه البرنامج نلاقي الدعم اللي احنا كنا محتاجينه من زمان، بس محتاجين اكتر كمان الفتره الجايه. طيب النقطة المتعلقة الجزء بقى بتاع المعاهد الخاصة، الجزء الثاني في الحال في المعاهد الخاصة المعتمدة، احنا مش هنقول اللي هي خاصة، هنقول ان هي تابعة لوزارة الصحة وبرسوم ومعتمدة من الدولة. عندنا في الحقيقة معهد الجونة ده خاص ومعتمد من وزارة الصحة وليه تكليف. عندنا كمان من المعاهد الجديدة اللي لسه هتخرج لنا عندنا معهد القمة التابع للشركة الطبية لكهرباء مصر. عندنا كمان ان شاء الله هيفتتح السنه دي معهد المنتزه باسكندريه، وده من المعاهد الخاصه المتميزه اللي اتطبق فيه فعلا السايكومتريك تيست والمقابلات الشخصيه واختيار الطلبه فعلا. عندنا كمان في معهد في اسوان الجديده ان شاء الله برضو هيبدا من السنه دي باذن الله. عندنا معهد الباقيات الصالحات، واكيد كلنا عارفين طبعا دكتوره عبله الكحلاوي الله يرحمها، يعني برضو من المعاهد اللي بتدرس بجوده عاليه جدا، هم دول فقط معتمدين حاليا. وعندنا معهد شربين ده اخر حاجه عشان ما بقاش نسيت حد، لان هم معدودين على الصوابع زي ما بنقول. معهد شربين برضو من المعاهد المتميزه في الحقيقه، والمعهد التكنولوجي بني سويف. كام معهد طيب معتمد عشان ما نرهقش حضرتك؟ كام معهد يعني كده هنقول 8، هم 8 كده هنقول 8 فقط. اي معهد تاني وده على مسؤوليتي الشخصيه تحت اي مسمى ده بيبقى نصب. المعاهد الثانيه دي اللي بيسموا نفسهم معاهد خاصه، انا ما عنديش معاهد خاصه. هو في الحقيقه هم اقول لك على حاجه، هو مجموعه من المحتلين عاملين مراكز تدريب، وللاسف الشديد للاسف بتساعدهم وزاره التضامن والقوى العامله في اعتمادهم كمركز تدريب، وبينتهزوا الفرصه ما بين نتيجه الثانويه العامه والاعداديه المستويين بقى اللي احنا قلنا عليهم، مفيش تنسيق، ويعملوا ما لهمش اي تنسيق، وهم معاهد وهميه. كويس ان انتوا اتحتوا لي هذه الفرصه. بينتهزوا فرصه تقديم الطلبه بعد الاعداديه، بعد ظهور الاعداديه والثانويه العامه، ويبداوا يعملوا المنشورات بتاعتهم يلزقوها في اي حته. دول موجودين بكثره في المحافظات، دول موجودين في الحقيقه في الاقاليم، وبالتواصل مع المحافظين، لان المحافظين عندهم في المحليات الضبطيه القضائيه، وكانت ظهرت في الحقيقه في المنيا وفي المنصوره والمنوفيه والشرق في اكتر من محافظه، وبالفعل قدرنا واسكندريه نقفل اماكن كتير منها عن طريق العلاج الحر في وزاره الصحه وعن طريق المحافظه، لكن ما زال فيه في الحقيقه. وانا دايما يعني لما بتبان النتيجه في الوقت اللي احنا فيه بنزل منشور وتنبيهات علشان نوعي المجتمع المصري.